مرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم. هنا ملعب لوسيل ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نلتقي لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم. المونديال يصل إلى محطته النهائية، محطة الاحتفالات ورفع الألقاب. هنا مباراة تلعب على كل شيء، هنا مباراة من أجل التاريخ، من أجل المجد والذهب. هنا مباراة ستشهد على تاريخ ونسجله بالتأكيد وندونه ونستمتع بهذه الأجواء الرائعة والمباراة الكبيرة. ألمانيا في مواجهة فرنسا، هنا الكل متحمس في نهاية كأس العالم، مباراة لا تحتاج فيها إلى تحفيز للاعبين، الكل متحفز من أجل كتابة التاريخ اليوم. مباراة كرة خطيرة للتقدم في النتيجة، يا الله الكرة في المرمى، هدف غير عادي، هدف مونديال، هدف المونديال، الهدف الأول يسجل في النهائي. يستأنف اللاعب وفرنسا متأخرة في النتيجة، فارق الهدف يحتاج إلى رد سريع. حلو التدخل واعتراض الكرة. تمريرة عالية في منتهى الجمال. تيمو فيرنر، فرصة أمام فيرنر، يا رب هدف آخر لتوسيع الفارق، هدف يقربهم من اللقب، هدف يشعل هذه المدرجات من الآن في هذا النهائي. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. لورو الثاني، توماس مولر، كونتوكان يقطع الكرة في مكان خطير، بول بوكبا. توقف الهجومي مميز من الديوك الآن، محاولة تخليص النتيجة، رمية تماس لمصلحة فرنسا. كومان، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. تيمو فيرنر، رائع فاران في استخلاص الكرة. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. أنطوان غريزمان، كومان، حكم بيضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول. ينطلق الآن هنا الشوط الثاني من نهائي كأس العالم، 45 دقيقة لحسم اللقب الغالي. يتقدم بالكرة للهجوم، كرة خطيرة لبنزيما، فرصة خطيرة جدا أمام المرمى، لكن الرأسية افتقدت إلى الدقة وبالتالي الكرة بتضيع. كيميتش، تيمو فيرنر، توماس مولر، رائع بوكبا في قطع الكرة، مبابي، الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة، ممكن يسجل الآن، تغير المسار، الكرة إلى ضربة زاوية، تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة، هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة، هدف واحد كل ما يحتاجه في قادم الأوقات. شوف الإعادة وركزوا في هذا الهدف جيدا، لأن في عمل كبير من الفريق، ضغط كبير من الفريق، ونعرف بأن الضغط يولد الأخطاء وهو ما حدث هنا وأدى إلى تسجيل الهدف. حلوة البينية العالية، برافو للمدافع، خلص الكرة،
ضاعت الفرصة على الفريق، كان بالإمكان تعزيز التقدم لو استغلت بشكل أفضل بدلا من وضع الكرة خارج المرمى بهذه الطريقة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. هجوم منظم من جانب المنتخب الفرنسي. بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. كومان، غريزمان، فرصة من جديد لكرة التعادل. تدخل رائع ينهي الخطورة الآن. ضربة ركنية ممكن تكون الفرصة الأخيرة للتعادل. يا رب على السيناريو، يا رب على حلمنا وكابوس الجد، هدف تعادل قاتل في نهائي كأس العالم. كرة تعود إلى منتصف الملعب، تعادل إيجابي بهدفين لكل فريق. عند فرصة التمرير تحول الاستحواذ بعد محاولة كان واضح أنه ممكن تشكل خطورة. غريزمان، الآن نتواصل مع الإثارة في هذه المباراة الماراثونية مع انطلاقة الشوط الأول من الوقت الإضافي. نيكيلا زولا، أنطونيو روديغر، وصلت الآن إلى روديغر. إلكاي غوندوغان، يوناس هوفمان، ملعوبة إلى غوندوغان. كيميتش، فرصة للتقدم في المباراة. الفصل الأخير من هذه المباراة يبدأ مع ضربة البداية. كومان، كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي، كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. يوناس هوفمان، عندنا 7 دقائق حتى نهاية المباراة بشوطيها الإضافيين. والآن وصلنا إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفائز بلقب كأس العالم. والآن مع أول ركلة ترجيحية. يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى، يستعد لتسديد ركلة الجزاء، يبعدها الحارس بنجاح، إنه يغطي المرمى بأكمله. ركلة في المرمى، لابد أن يحافظ على تركيزه في هذه اللحظات. يا له من تصدي، توفيق كبير من حارس المرمى، ياخذ نفس، الهدوء مطلوب قبل التسديد. الركلة تنفذ بنجاح، علامة الصح الكبيرة للتنفيذ. كرة أخيرة للفريق، إما أن يسجلها أو أن يخسر الفريق. الكرة في المرمى، من ركلة جزاء نفذت بنجاح، لو نفذها بنجاح سيفوز الفريق. هلا في المرمى، ركلة جزاء.